نبدأ بقى في أخبارنا ونقول لحضراتكم إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى مسحة طبية النهاردة قبل انطلاق التمرين الجماعي استعدادا لمواجهة فريق المقاولين العرب في بطولة الدوري الممتاز. لاعبو الفريق أجروا المسحة دي وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في ظل جائحة كورونا واللي بينص على إجراء مساحات طبية قبل المباريات الرسمية. الأهلي بيستعد إن هو يواجه فريق المقاولين العرب المقرر طبعا إقامتها الساعة 5 بعد بكرة إن شاء الله على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.